بعد سيطرتها على سوق التعليم لمدة تقترب من 6 عقود، أعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي إلغاء تراخيص الكتب الخارجية تماماً وفق نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا وتوفير جميع المناهج رقمياً. لم تكن الكتب الخارجية وليدة سنوات قليلة سابقة، فقد ظهرت في عام 1962 مع تدني مستوى الكتاب المدرسي، والذي عانى طويلا من فقر في المعلومات والأنشطة التي من المفترض أن يقدمها للطلاب. وأمام التراجع المستمر لدور الكتاب المدرسي، سيطرت الكتب الخارجية على كافة مناحي التعليم، الأمر الذي اضطرت معه وزارة التربية والتعليم إلى إصدار قرار في عام 1962 يلزم دور النشر والمؤلفين بتصفية ما في السوق من كتب خارجية. وفي عام 1964 أصدرت وزارة التربية والتعليم القانون رقم 10 لسنة 1964 الذي نص على أنه لا يجوز طبع أو نشر أو بيع أو عرض كتاب يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس الرسمية أو الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التربية والتعليم. وفي عام 1988 أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 57 وصدر ليضع القانون السابق موضع التنفيذ، ويمثل هذا القرار أول مواجهة حقيقية بين وزارة التربية والتعليم وبين مروجي الكتب الخارجية الذين علقوا على هذا القرار في دعواهم أمام القضاء ضد وزارة التربية والتعليم بقولهم أنه قنبلة شديدة التدمير. واستطاع مروجي الكتب الخارجية الحصول على الموافقات لاستمرار تداول الكتب الخارجية، وصدرت عدة قرارات وزارية لتنظيم هذا الأمر. ومع هذه الموافقات والقوانين أعلنت وزارة التربية والتعليم الاستسلام أمام طوفان الكتب الخارجية، والتي انتصرت على الوزارة في هذه المعركة. لم تكن قوة الكتب الخارجية في حربها أمام الوزارة نابعة من فراغ، وإنما كانت بمساندة ودعم كبير من أولياء الأمور الذين أكدوا مراراً وتكراراً على ضعف الكتاب المدرسي، وأنه لولا الكتب الخارجية ما نجح أبناءهم في المراحل التعليمية المختلفة. وبعد إعلان وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي مؤخراً عن إلغاء تراخيص الكتب الخارجية، يبقى السؤال: هل تنتصر الوزارة في هذه الحرب وتنجح في القضاء نهائياً على سوق الكتب الخارجية، خاصة مع الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً من شراء كتب الأضواء وسلاح التلميذ ووضعها في بنك المعرفة لتكون متاحة بالمجان أمام الطلاب؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.